بالتأكيد انه يعني ابسط حاجه. معلش مره ثانيه، اصل لازم اوضح. اتفضل اتفضل. لازم اوضح كل شويه يعني الكلمتين دول. الاتحاد دي حاجه، ولكن انا مع قرار وجود الكابتن حسام حسن مديرا فنيا. انا مش بتكلم على قرار الكابتن دي حسام، قضية تانية يعني. دي قضيه ثانيه، لكن انا بتكلم على القرارات المتخبطه الاداريه المتخبطه. الاتحاد بقاله 3 سنين ما عملش غير حاجتين، دوري المحترفين ويستحق كل التحيه والتقدير ليهم، ومعقول حاجه ثانيه من وجهه نظري حسام حسن. شوف، حسام ابراهيم يستحق تماما هذه الخطوة. ده رأيي طبعا، لو لا 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 دي لو رأي مؤكدة. اصل هنقول ايه؟ هنلاقي في ناس اقل من حسام خبرة وتاريخ في كرة القدم المصرية، ومع ذلك تولى هذا المنصب. صحيح، بكل صراحة كده. فحسام يستحقها 1000000%. الكلام بقى على ايه؟ انه من يومين بس يا كابتن، يوم الاجتماع بتاع مجلس ادارة اتحاد الكورة، القرار اللي صدر ايه؟ انه تعيين كابتن محمد يوسف مدربا عاما. مع قرار تاني يا سمير لو سمحت، معلش. ايوه، مع انتظار المدير الفني الاجنبي. يعني حضرتك اللي قلت كده؟ لا، استاذ محمود. لا، ده موجودين على فكره. مش انا برضو على فكره. على فكره القرار ده موجود من يومين بالظبط. ايوه، ما انا بقول لحضرتك هنجيبه دلوقتي. انا بس بقول لا يقول لك يطلعوا يقولوا لا ده انت اللي بتقول. لا، ده موجود نصا اهو يا فندم. وقرر الموافقه على تعيين محمد يوسف اتفضل مدربا عاما لمنتخب مصر الاول لحين اختيار مدير فني اجنبي وتشكيل باقي الجهاز. لحين ايه يا فندم؟ لحين تشكيل اختيار مدير فني اجنبي. لحين ايه يا استاذ محمود؟ لحين تشكيل جهاز فني. معلش راجع معانا، يمكن احنا مش شايفين. لحين اختيار مدير فني اجنبي وتشكيل باقي الجهاز. اللي هو ايه؟ ده الكلام ده امتى؟ يوم الاحد. يوم 4 فبراير او فوق. بالظبط، النهارده 6 حضرتك. بتاريخ 4 فبراير. النهارده 6. والكلام ده فشل اداري واضح. طبعا، وبعدين نقدر نقول انه ما نقدرش نقول النهارده اتحاد الكوره قرر تعيين حسام حسن. يعني ده يبقى خبر غلط. ده خبر، ما هو مش هو، انت تقول تقرر تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر. وبرضه دون الدخول في التفاصيل، كان في اجتماع لحسام هو حسن. هو لسه على فكره لا كان في اجتماع في مع وزير الشباب والرياضه. لسه هقول لحضرتك دكتور اشرف. دكتور اشرف لسه قايل في مداخله هنا بقراها انه كان هناك اجتماع صباح اليوم بالزبط. وكابتن حسام حسن ابدى احترامه الشديد لكابتن محمد صلاح وكل المحترفين الخليجيين، وقال ان هو لو في فرصه ان هو يسافر ويقعد معاهم هيسافر ويقعد معاهم. ويبدو ان الدكتور اشرف صبحي باعتباره ممثل هو شايف الناس رايحه جايه في كلامه، وشايف الناس ضربه لخمه في الموضوع ومفيش رؤيه. ما هي المشكله يعني، هو احنا متفقين على انه حسام يستحق ان يكون في هذه الخطوه من فترة طويلة جدا. صحيح. ثانيا، مسألة بقى انه يعني يبقى في هذا القرار اللي صدر من يومين انه تعيين. طب ذنب محمد يوسف ايه دلوقتي؟ مش عارف. يعني برضو ما من دي من ضمن الحاجات الغريبة جدا. يقول لك عرضوا عليه فرقة منتخب من منتخبات الناشئين والشباب. ما فيش كلام ده اسمه بقى طبطبة. يعني ده اسمه طبطبة. لا مش طبطبة. لا مش طبطبة.